إدارة العقل هي إدارة جوهر الحياة، والطريقة اللي تفكر فيها تنبع من العادة. يعني أنت اللي تعود عقلك كيف يفكر وكيف يتعاطى مع الأمور بشكل عام. فالعقل أعظم نعمة أنعمها الله علينا. أرحب بكم أنا علي الغانم في إستكان من قناة ريكوردينج وحلقة اليوم نستكمل فيها الجزء الثاني من كتاب الراهب الذي باع سيارته الفراري للكاتب روبن شارما بعد القصة اللي ذكرها المعلم رامان لجوليان واللي تحوي على رموز مبادئ سيفانه بدأ جوليان يشرح معاني الرمزيات الموجودة في القصة تبدأ القصة أن أنت في حديقة جميلة وهذه الحديقة ترمز للعقل فإذا كنت تغذي عقلك بكل ما هو نافع بيزدهر ويزدان أما إذا سمحت للحشائش والأعشاب الصغيرة الضارة تنمو في عقلك بتفقد راحة البال المزارعون يهتموا بحدائقهم ويخافوا عليها من الحشرات والمواد السامة اللي تضر بزراعتهم كذلك العقل اللي يغذي عقله ويعود على القلق والخوف من المستقبل أو الركون إلى الماضي فهو يستنفذ عقله وعاجلا أم آجلا هذا القلق بسبب أذى وضرر على الروح فإذا تبغى تحمي عقلك وتستمتع بحياتك كون حارس على عقلك لا تسمح للأفكار السامة توصل إليه وتبنى نموذج إيجابي اتجاه العالم لينعم عقلك بالراحة يذكر الحكماء أن الإنسان تمر عليه أكثر من 60 ألف فكرة في اليوم و95% منها مكرر من اليوم السابق وهذا المكرر غالبا تكون أفكار سلبية فالبعض يفكر في علاقات الفاشلة بشكل يومي أو مشاكل المالية والعائلية وفي ناس تكون أفكارهم متدنية أكثر يفكر في تعليق زميل إلى في العمل أو أسلوب تعامل من شخص ما ولا فلان عزمني آخر واحد وكلمني حزة الحزة فيقعد الواحد يشغل عقله بتوافه الأمور إلا التعب هو كشخص ما التعب غيره فيقول حكماء سيفانا إدارة العقل هي إدارة جوهر الحياة والطريقة اللي تفكر فيها تنبع من العادة يعني أنت اللي تعود عقلك كيف يفكر وكيف يتعاطى مع الأمور بشكل عام فالعقل أعظم نعمة أنعمها الله علينا قاطع جون جوليان وسأله هل في طريقة أنمي قوة عقلي؟ ذكر حكماء سيفانا أن أنت ما تقدر تتحكم في الظروف المحيطة حولك ما تقدر تتحكم في ردات فعل الناس ولا في مزاجهم بس الأكيد أن أنت تقدر تسيطر على موقفك في الأحداث وتتحكم في ردة فعلك وتحدد إلا تبغى تعطيه قيمة في عقلك أو لا فلما تنمي عندك عادة البحث عن الإيجابيات في كل ظرف يمر عليك بتنمي قوة عقلك وبتتحرك حياتك إلى بعد أعلى وأسمى وهذا اهم قوانين الطبيعه حسب حكماء سيفانا. اكد جون اعجابه بالفكره وعززها بان اللغه الصينيه القديمه تتكون فيها كلمه ازمه من حرفين. فالحرف الاول خطر والحرف الثاني فرصه اي ان بالامكان قراءه الازمه على انها فرصه وتشوف النور فيها. فالعمل بصفه منتظمه على ترجمه كل حدث بانه حدث ايجابي بخفف حديه القلق والتوتر عندك وبيطلق سراحك نحو المضي قدما باستمرار. وسع خيالك وابحر في كل الاتجاهات فالاشياء تخلق مرتين. المرة الاولى في عقلك والثانية في الواقع. فلما تتخيلها في عقلك بيعمل الكون كله وياك ليعمل سحرا في حياتك ولكن تذكر ان الخيال وحده ما يكفي، تخيل واعمل. فالخيال مهم جدا وقال عنه اينشتاين الخيال اهم بكثير من المعرفة. فكرة جميلة جدا ولكن الاتزان في الايجابية اشوفه امر مهم. الاتزان في كل شيء هو المهم لا تصير إيجابي حدك ولا تصير سلبي حدك فالمبالغة في الإيجابية يخلي سقوطك أقوى بينما الاتزان بخليك تقدر تقوم وتكمل وتشوف الفرص الثانية اللي قدامك بعدها شارك جوليان اقتباس للفيلسوف الهندي باتنجالي عندما يلهمك هدف عظيم تتخلص كل أفكارك من قيودها ويسمو عقلك ويتسع وعيك وتجد نفسك عظيما ورائعا يعني وتبعث قوى لكل الإمكانات والمواهب الكامنة بداخلك لتكتشف أنك إنسان أعظم مما كنت تحلم فالعقل هو خادم رائع ولكن سيد بشئ يعني إذا سيطر على عقلك الأفكار السلبية عقلك بيتعبك فالأفضل أنك تمرن على الإيجابية فإذا تبغى تعيش بسلام فكر في أفكار تتسم بالسلام والهدوء ذكر جوليان ليجون أن في تمارين تساعد العقل على تحسين أدائه وقال: لكن الغريب في العقل والمثير للسخريه ان كل ما قل تركيزك وانتظارك للنتائج، حصلت على النتائج بشكل اسرع، فابدأ بالتدريب ولا تنتظر النتيجه. اولا، ركز. فالتركيز عصب التمكن من العقل، اذا ركزت في اهدافك بيعمل الكون كله وياك للحصول عليها. ثانيا، اعلم ان السعاده حالها حال النجاح، نتيجه السعي هي السعاده، لهذا استمتع في رحله السعي. ثالثا، هذب عقلك بممارسه التامل مثلا اقعد طالع في البحر مده 10 دقائق او راقب ورده او شجره لمده 10 دقائق رابعا لا تستجيب لاختلاقات عقلك الكسوله بعض الاحيان تكون انت تشتغل وتحس ان انت مليت او بديت تنعس ولا مالك خلق تسوي شغلك ومن يجيك مكالمه من واحد من اصحابك تتحمس وتتفاعل وياه هذا دليل على وجود الطاقه عندك ولكن عقلك سيد بشع اذا سيطر عليك هو يبغى الراحه فاوهمك ان انت تعبان وما عندك طاقة تشتغل. ذكر بعدها معلومات مفيدة لمعرفة النفس قال: من يدرس الآخرين يتحلى بالحكمة، أما من يدرس نفسه يكتسب التنوير، فلكل إنسان ثلاث مرايا، مرآة يشوف فيها نفسه، ومرآة الناس تشوفها منها، ومرآة تعكس الحقيقة، فتعرف على نفسك وتعرف على الحقيقة، فأشجع الناس هم اللي يعرفوا نفسهم. عقب جون على جوليان وقال عرفت أن الحديقة عقلي. والأعشاب الصغيرة هي الأفكار السلبية واللي المفروض ما أسمح لها أنها تنمو في حديقة العقل فوش دور المنارة المنارة الرفيعة ترمز إلى الهدف الواضح فكانت شاهقة ورفيعة علشان ما تغيب عن نظرك وانت لازم تكون اهدافك واضحه وجليه قدامك فمن خلال الاهداف الواضحه سواء العاطفيه والماديه او الروحانيه انت بتقدر ترسم طريقك باتجاه اهدافك واعلم يا جون ان المصدر الحقيقي للسعاده هو الانجاز فكل ما تنجز شيء تسعد والسعاده هذه تحصل عليها بتحقيق الاهداف فكل ما حققت هدف سما في داخلك هدف جديد تسعى اليه فاسال نفسك دائما وش هدفي في الحياه وخلي عندك هدف واضح وعندك القوة لتحقيق هذا الهدف فوضوح الأهداف يطلق صراحة الطاقة الإبداعية لداخلك لذا أكد المعلم رامان على ضرورة تذكير نفسك بأهدافك بشكل مستمر ودوري ولو كنت حافظ أهدافك من الأفضل أن أنت تكتبها في ورقة وتقرأ هدفك مع بداية كل يوم مهما كان الهدف حتى لو كنت تعتقد أن هذا الهدف سطحي وبايخ وتذكر دائما أن لكل هدف خطة مختلفة فاكتب أهدافك واكتب خططك للوصول لأهدافك واستمتع بالرحلة تذكر جوليان جون أن العقل تمر عليه يوميا أكثر من 60 ألف فكره فاذا دونت أهدافك كأنك توجه عقلك وكل امكاناته الى هدفك ويعتبرها عملية علمية بحته ولكن ما حد منتبه اليها وقال له أهدافك هذه اللي تحطها اذا ما عندك رغبة تجاهها ما بتحقق أي نتيجة فالرغبة هي مفتاح لكل شيء ولا تدري مو تخلي بس عندك رغبه، خلي عندك شغف اتجاه اهدافك، شغف اتجاه كل شيء تسويه، هذا بخليك تستمتع فيه لابعد حد. خلص جوليان من الحديقه والمناره وانتقل الى مصارع السومو الياباني، وقال ان المصارع يرمز لممارسه فن الكايزن، والكايزن هي كلمه يابانيه تعني التطوير الذاتي المستمر، طول وقتك في عمليه تحسين وتطوير لنفسك. الناس بشكل عام تخاف من عمليات التطوير او بالاحرى تخاف من التغيير، بينما الحكماء يحتضن التغيير ويسعوا إليه دائما فأن تمارس فن الكايزن يعني أن أنت تتحلى بالشجاعة لمواجهة مخاوفك عندك مشروع فاشل قرب فشله وقفله وابدأ من جديد أنت في علاقة مؤذية انهيها وشوف نفسك واجه كل فكرة مخيفة بالنسبة إليك وتجاوزها كما يقول الإمام علي عليه السلام إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أشد من الوقوع فيه فالخوف عملية استنفاذ لطاقتك وإمكانياتك فالتغلب على الخوف يمنحك الشعور بالثقة والسعادة أعجب جون بفن الكايزن وطلب من جوليان أن يعلمه كيفية ممارسة فن الكايزن رد جوليان من خلال ممارسة الطقوس بشكل يومي مدة 30 يوم علشان تصير جزء من يومك وتتحول إلى عادة مستمرة هالشي بيعطيك صحة مثالية وطاقة لا محدودة وقال عنها الطقوس أنها أشبه بالسحر بسبب نتائجها ولكن قبل لا أعلمك الطقوس يا جون لا تحط لك أعذار إن ما عندك وقت لممارستها فإذا ما عندك وقت لنفسك عندك وقت لويش أول طقس تحتاج تختلي بنفسك يوميا مدة 15 دقيقة تمارس فيها الصمت لأن عقلنا البشري ما هو ساكن أبدا دائما مفعم بالحركة ويحتاج إلى وقت يهدأ فيه اقعد ساكت لا تفكر في شيء استمع إلى أنفاسك ومن الأفضل بعد أن أنت تمارس الصمت وأنت في حديقة أو على البحر، وإذا كلش كلش ما حصلت لك مكان، مارس الصمت في غرفتك. المهم أن يكون المكان هادئ وأنت تستمع إلى أنفاسك، وفي نفس الوقت تنفس. تنفس تنفس فعال، احنا كنا نتنفس بسطحية، نحتاج نتنفس تنفس فعال مدة دقيقتين إلى ثلاث من خلال استنشاق أكبر قدر من الأكسجين. هذا بيحرك طاقتنا الإبداعية. حاول أن أنت تمارس هذا الطقس بشكل دوري، ويومي في وقت محدد ما يتغير مارس الصمت والتنفس الفعال تواصل مع الطبيعة من خلال علاقة بينك وبين الزراعة والبحر ولا الرمل والحجر مارس الرياضة فالرياضة الجسدية تنشط الدورة الدموية تناول الأطعمة الحية وهي الخضروات والفواكه لأنها تنمو عبر التفاعل الطبيعي بين الشمس والهواء والتربة والماء احرص على القراءة بشكل يومي ومنتظم دون يومياتك وحتى افكارك اكتبها وقيمها واكتب سيرتك وعلى طار السيرة اشوف ان كتابة يومياتك والأحداث اللي تصير في يومك او الاحداث اللي حولك هي طريقة ذكية لتدوين التاريخ والأحداث بطريقة سلسة ومتواتره وبعد ما تكتب احداث يومك حاسب نفسك عليها علشان تحسن من روحك في اليوم الثاني ابدأ يومك بداية مرحة ابتسم اضحك اذكر الله واشكره على نعمه معك اليوم والطقس الأخير عيش البساطه ولا تزاحم توافه الأشياء لتنعم بحياة خالية من الفوضى طيب يا جوليان انت ذكرت في القصة ان مصارع السومو عاري ما عدا من سلك يغطي عورته وش دور السلك في القصة؟ السلك يمثل ضبط النفس وقوة الإرادة كي لا تتعرى تماما فمن يفقد السيطرة على نفسه هو يتعرى أمام الآخرين ويبان بشكل هش وضعيف لذا حافظ على ضبط النفس وقو إرادتك في التغيير ومواجهة الصعاب والنهوض مهما عصفت بك الدنيا فمن قوه الاراده انك تمسك لسانك ونفسك من ردات الفعل الغير محسوبه قدام الشخص اللي يغلط عليك او يقلل منك زي ما تقول الحكمه المصريه واللي يداولها حكماء سيفانه من صلب الانضباط ستنحت لنفسك شخصيه غنيه بالشجاعه والسلام ومن خلال فضيله الاراده مقدر لك ان تسمو الى اعلى مثل الحياه لتعيش في قصر فردوسي غني بكل ما هو حسن وطيب وحيوي، ومن دون الانضباط والاراده تكون اشبه ببحار يبحر ولا يعلم الى اين يتجه، ليغرق في نهايه الرحله مع سفينته. قال جون: مصارع السومو توجه الى ساعه ثمينه، فاكيد الساعه ترمز الى اهميه الوقت. نعم. حكماء سيفانا يعبروا عن الوقت بأن أغلب بضاعة وأنه الشيء الوحيد اللي يملك الجميع بالتساوي الغني والفقير والمتعلم والجاهل عندهم 24 ساعة يوميا فإدارة الوقت تمكنك من حياة أفضل وحياة متوازنة لتحقيق أهدافك الشخصية والاجتماعية والروحانية والعملية بعدها انتقل جوليان إلى الرائحة الزكية من الأزهار وهي تعبر عن خدمة الناس بلا أنانية. يذكر جوليان قصة رواها معلمة رامان إن لما كان صغير ويجي وقت النوم أبوه يسأله بشكل يومي: وش العمل الخيري اللي سويته اليوم؟ فإذا كان جوابه أنه ما سوى أي عمل خيري، يقول له قوم سوي عمل خيري وبعدين ارجع نام. فاللي يوزع الورد يصاب من عطره. فلا تبخل على خدمة الناس أبداً، فحكماء سيفانة عندهم قاعدة أساسية في الحياة: من يخدم أكثر يجني أكثر. سواء عاطفيا، جسديا، ذهنيا، روحيا، وهذا هو السبيل الى السلام الداخلي. الى ان يصل جوليان الى نهايه القصه وهو طريق الماس الملتوي، واطلق عليه السر السرمدي للسعاده الابديه، مقتبسا عباره الى غاندي عندما اعجب بظاهره الغروب العجيبه او جمال القمر البديع تتسع روحي في عبادتها لله، وهي تعبر عن كيف غاندي يستمتع بالاشياء البسيطه اللي حوله بشكل يومي. فلما تستمتع بطريقك اللي تسلكه في الحياه وتعرف أنه درب حافل بالألماس والكنوز ستستمتع بكل تفاصيل الطريق فالمتعة الحقيقية ما هي في الهدف الأخير المتعة في رحلة الوصول فالسعادة موجودة عندك يوميا في تفاصيل يومك البسيطة لكن أنت تحتاج بس تلتفت إليها وتلتفت للنعم اللي عندك صير طفل ويا أطفالك عطوف مع زوجتك وعائلتك سهل المعشر مع أصدقائك ولا تأجل حاجة إلى بكرة عيش الامتنان لهذه اللحظات الجميلة أعجب جون جدا للمبادئ والقيم والحكمة اللي نقلها جوليان عن حكماء سيفانه فقال لجوليان بداخلك تكمن الشمس والقمر والسماء وكل عجائب هذا الكون وهذا ذكرني بمقولة الإمام علي عليه السلام وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر بالمجمل كتاب جميل فيه الكثير من الأفكار والمبادئ الإيجابية والتحفيزية وأنا على يقين من يبدأ بالتغيير ويمارس ولو جزء بسيط من هذه الطقوس أكيد بتكون حياته أكثر ثراء وسعادة، يعيبه التكرار في الفكرة والمعلومة والإطالة فيها، والسؤال هل بتبدأ تمارس فن الكايزن وتبدأ بتغذية عقلك بما هو إيجابي وتطبق مبادئ سيفانا في حياتك ولا بتمر عليك الحلقة مرور الكرام. بهذا أكون قدمت ملخص لكتاب الراهب الذي باع سيارته الفراري للكاتب روبن شارما، أمل أن ألقاكم مرة أخرى في إستكان مع كتاب آخر أو قصة أخرى على أن نكون نحن ومن نحب في راحة واستكان